وبركاته. تقرير رائع عن فوز البطلة الجزائرية إيمان خليف وتأهلها للنهائي أولمبياد باريس 2024. منافستها التايلاندية جان جيمس وان بين بخمس نقاط دون مقابل. وعقب النزال كان لموفدنا سامي سهمود هذا اللقاء مع الملاكمة الجزائرية إيمان خليف. ترحب معنا بالبطلة الجزائرية إيمان خليف. إيمان ألف مبروك، فوز في ظروف صعبة تحت ضغوط شديدة، حدثينا عن مشاعرك وأنت تنتقلين إلى المنافسة على الذهب والفضة لبلدك الجزائر. أكيد أنا فخورة جدا بهذا الإنجاز الجديد على التوالي في هذه المنازلة. أظن أنني قدمت كل ما لدي، كل ما أملك من أجل الذهاب إلى النهائي. أنا فخورة جدا بأدائي وبأداء المدربين محمد شعوى وبيدرو دياس، عملنا كفريق لمدة سنوات. الحمد لله اليوم الحلم أصبح حقيقة. إن شاء الله هنركزوا ونكونوا في قد المسؤولية اللي راهي تنتظر فينا، هو النهائي، نهائي الحلم. إن شاء الله نكونوا في المستوى والفريق كله يكون مركز من أجل الذهاب إن شاء الله. كيف تعاملت مع هذه الضغوطات وقدمت هذا الأداء الكبير على حلبة الملاكمة؟ والله بكل صراحة هنالك فريق فريق خاص من طرف اللجنة الأولمبية الدولية المشكورة على هذه الالتفاتة اللي راهو يتبعني ويقوم بالواجب تاعو باش نتفادى هذه الصدمة. الحمد لله. نظن أني نركز على المنافسة، أما أشياء أخرى لا تهم. أنا راني مركزة في المنافسة، المهم هو أني هنا وأني متأهلة للنهائي. إن شاء الله يكون نهائي جميل ويكون إن شاء الله نهائي الحلم، وأقدم كل ما لدي وإن شاء الله تكون قدمت كل ما يحب الشعب اليوم إن شاء الله. ما هي الرسالة التي توجهينها لأهلك وللعائلة وللأصدقاء وللحي ولكل من تابعك في الجزائر؟ نوجه تحيتي خاصة إلى أمي، نشكرها جزيل الشكر. أمي نوجه لها هذا الفوز، نهدي لها هذا الفوز. الأب تاعي نشكره، نشكر كامل عائلة خليف، كامل قرية صغيرة اللي نقطن فيها، كامل ولاية تيار، كامل الجزائر وكامل العالم العربي والعالم بأسره. إن شاء الله نفرحهم وتحية الجزائر. رغم كل الضغط النفسي متعدد الأبعاد الذي فرض على الملاكمة الجزائرية إيمان خليف، ورغم كل حملات التشكيك التي طالت على أكثر مستوى، إلا أن إيمان تخطت بعزيمتها كل ما مر عليها ونجحت ببلوغ النهائي. جزء من قصة إيمان في الأولمبياد في التقرير التالي. إيمان خليف أمام موجة التشكيك لم تنحني. اليدان لا يسأل عن عدد أصابعهما في العادة، بل عما تنجزه. فالجزاء من جنس العمل لا من رافد آخر. في الوقت الذي تجرى فيه النزالات على بساط من الروح الرياضية، دفع الكلام خارج الحلبة بسيل من التشكيك بشأن ما هو واضح، وقد حصل التشكيك على درجة كبيرة من الدعم السلبي. لكنه أمام صاحبة القفاز لم يشكل يدا تلاكم أو قفازا يرد، فقفاز إيمان اكتسح الخصم على الحلبة ورد على الخصوم خارجها. السائرون على حواف الطريق يصلون أيضا ولو بعد حين. أصحاب السرعة في ردود الفعل قد تصيبهم الندامة على عجلتهم. المنتصرون بصمت يربطون لسانهم بالحكمة. في الملاكمة صعب أن تتكلم بقفازين، وإذا فعلتها المدهش أن يكون خطابك مختصرا لا يدوم إلا 46 ثانية. صعب جدا أن يكون الرد جملة واحدة ممن احتشد ضدها الكلام في مدرجات العالم. إيمان خليل حولت البوصلة تجاهها من إيطاليا إلى المجر، وكأن حيز التشكيك يتنقل جغرافيا. الجزائرية إيمان بنصيب وافر من اسمها وضعت أصابعها على البرونز ورفعت يدها كالنتيجة المحققة 5. مسار الرد لا يتشعب، له طريق مستقيم كيد الملاكم حين تجهز على المنافس. إيمان
في طريق الفضة بقيت متمسكة بالفعل دون القول. الذهب صار على مرمى قفاز بعد أن أصبح المشككون على موعد مع الغروب. الدموع لها معنيان، فرح وترح، والضغط النفسي حين تنتصر يفجر دموعا حارة، دموعا ناطقة، دموعا نقلت إحساسا لكل من تنفس بالانتصار. لن تشعر بذلك إلا إذا كنت هي، إلا إذا كنت من وضع الضغط على أكتافه وزفر بعد أن أطال الشهيق مع كل تشكيك، مع كل تقليل، مع كل استنقاص. الحالمون بثوب الإرادة يجعلون من ضيق الحلبة متسعا للرد، وأي رد؟ وكأن إيمان تقول لخليف في كل نزال: كوني بطلة جوابا لغيرك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نجاح ساحق للبطلة الجزائرية إيمان خليف بطلة رياضة الملاكمة تتأهل لنهائي أولمبياد باريس. تمكنت البطلة والملاكمة الجزائرية إيمان خليف في التأهل لنهائي دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 بعد تخطي التايلاندية جان جيم في نصف النهائي لمنافسات وزن 66 كيلوغرام ابنة الجزائر. طبعا زخمان وفاتي، كما شاهدتم هذا التقرير الرائع، تقرير رائع عن فوز البطلة الجزائرية إيمان خليف وتأهلها للنهائي أولمبياد باريس. إحنا كلنا مع إيمان خليف. طبعا الكل عارف التنمر الذي كان حصله مع إيمان، كان تنمر رهيب جدا. التنمر لم يحركها بأي شيء، بمعنى أنه إيمان لم تضعف ولم تقل عن عزيمتها بالذي تتمنى، بالعكس كان عندها قوة إرادة قوية جدا أنها تحقق الفوز حتى تثبت للجميع أنها قادرة على كل شيء رغم التنمر الذي تعرضت له بجميع المواقع التواصل الاجتماعي. كان كل تنمر يدل على الحقد والغيرة. إيمان خليف نتمنى لها دائما السعادة والتوفيق. وصولها للنهائي هذا فخر ليس الجزائر فقط، إنما هو فخر العرب جميعا إنها توصل، هذه البطلة العربية توصل للنهائي في الملاكمة للسيدات. إحنا كلنا مع إيمان ونشجعها، وإن شاء الله إنها تأخذ الميدالية الذهبية والنشيد الجزائري قسما يرفع مرة ثانية، ينشد مرة ثانية هذا النشيد في باريس كما حصل مع بطلتنا كيليا نمور، كانت أخذت أيضا الميدالية الذهبية. ننتظر إيمان أيضا بالميدالية الذهبية الثانية للجزائر، كلنا مع إيمان. أتمنى من يشوفني في قناتي لأول مرة، من يشاهدها ويدخل في هذه القناة، أتمنى الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. وأشكر كل المتابعين، أتمنى منكم وضع اللايك والاشتراك في قناتي. شكرا للجميع.